الأهلي العالمي يهزم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد، ويضرب موعدا مع ريال مدريد في اللعب مع الكبار بكأس العالم للأندية. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن. ألف مبروك كابتن. وكولر يعدل الطريقة ويعدل اللاعبين ويبحث عن فوز وكان لها. ألف مبروك نادي الأهلي وجماهيره. الحمد لله. الحمد لله. وبص هقول لك حاجه، يعني واضح على فرقه الاهلي النهارده ما بيلعبش فرقه يعني عندها جري وكل حاجه، وزي زكي عبد الفتاح محل الفرقه دي قالك هيلعبوا 60 دقيقه وبعد كده اعتقد ان الحاله البدنيه مش هتشيلهم يعني طبعا. فانت واضح عليك برضو الاجهاد يعني واضح، اصل ما في مش ممكن تقول لي البطء في الاداء والشوط الاولاني وعدم التحركات وكلام، هو سره انك انت يبقى عندك بلاي ميكر فقط، ولكن انت دايما بتبحث عن تامين دفاعي قدام اي فرقه انت ما بتعرفش عنها حاجه. دول الفرق المجهوله اللي انت ما بتعرفش عنها اي حاجه، بتتفرج عليهم عندهم باص سريع، عندهم سرعات، عندهم باكات بتطلع، فلازم انت هتلعب بثلاثه زي اللي لعبت بيهم، وهتخلي حمدي فتحي هو المكمل مع كهربا او مع اي سنتر فيرود هيبقى موجود يعني. وكان التوفيق في الفكر طبعا ان الدنيا كلها انتوا الكباتن هنا كلهم قالوا ان هو لازم يغير طريقه اللعب ولازم يغير نص الملعب وخاصه في قفشه حقيقه يعني اسامه وعادل وبلال، انا اللي قلت مش هيقدر يغير دلوقتي وهيفضل ماشي بقوه الدفع دي ويشوف الدنيا فيها ايه ويستكشف الحياه ويدي فرصه كمان. كان اميزهم الحقيقه وكمل في فكرته هو بيرستاو، هو اللي بيتحرك، هو اللي عنده كوره، هو اللي بيجري، ولكن لما نزل معاه مجدي قفشه خلى الحكايه تكمل، خلى التحركات يبقى لها فايده، خلى اللعيبه تلعب، وكمان راح منزل احمد عبد القادر اكثر حركه، فخلق لعلي معلول اداء جديد، خدت بالك مثمر في خطوره انك تقدر تعمل عرضيات، تقدر تلعب تخش من العمق، تقدر تصوب، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. كذلك محمد هاني من ناحية اليمين ألف مبروك، أنا ما أقدرش أقول غير كده. عايزين لعيبة تريح بقى، هتلاعب النادي اللي احنا بننافسه دايما ريال مدريد، دي طبعا مباراة محتاجة سيستم تاني، محتاجة تفكير تاني، لأن الكواليتي بتاع ريال مدريد ولعيبة النادي ريال مدريد دول أحسن لعيبة في العالم. صحيح. اللي موجودين وهم أبطال العالم، فأبطال العالم محتاجين سيناريو خالص، وليه لأ؟ وخلينا نقول كلمة وليه لا؟ وليه لا؟ ما احنا كسبنا ريال مدريد قبل كده. ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله يبقى لنا شكل معاهم كويس وتحصل مفاجاه الاهلي ويبقى هو اللي بيلعب الفاينل باذن الله. باذن الله.